القانون واضح، جميع السلع خاضعة للضريبة والخدمات ايضا، مفيش حاجة اسمها، لكن في جدول اعفاءات وده موجود في القانون. يقدر اي حد يطلع على جدول الاعفاءات هيعرف ايه اللي معفى، تمام، سواء كان سلعة او ايه او خدمة. ما هي اهم تعليقات حضرتك على قانون القيمة المضافة؟ اهم تعليقاتي على قانون القيمة المضافة، الحقيقة هو القانون هو فيه بنود او فيه مواد قانونية تخلي المجتمع يلتزم بالفاتورة، يعني الالتزام بالفاتورة اصبح بنفقده احنا في المجتمع، فيجوز الحاجة اللي انا شايفها يعني جيدة في القانون ان هو بيلزم، لان عدم التزام بالفاتورة هيعرض الناس لعقوبات، مش عقوبات وبس، وممكن كمان مش لازم يبقى في عقوبات، ولكن اللي مش هيطلع فاتورة هيتحمل تكلفة عالية. برأيك هل القانون أكثر إيجابية أم سلبية للمواطن المصري؟ نعم، القانون أكثر إيجابية أم سلبية للمواطن المصري؟ يعني المواطنين متقبلينه بإيجابية أو سلبية؟ مفيش حاجة من صنع البشر إلا وفيها قصور. طب ما هي أهم الكسور؟ الجمال لله وحده. أهم الكسور من وجهة نظرك؟ أهم القصور اللي موجود في القانون هو مسألة إن في حضرتك بنود فنية شوية، يعني القصور اللي موجود نوع فني يرتبط بالمعاملات الفنية، القيود المحاسبية، حساب التكلفة بشكل صحيح، يعني القصور اللي موجود إن هو ما رعاش إن في حاجات فنية في العمل المحاسبي والعمل المالي الخاص بالدفاتر والسجلات وتوجيه المستندات وتوجيه الفواتير، ودي حاجات فنية يعني ما يفهمهاش أي حد.